إيران صنعت فتنة. من يمثلك اليوم أكثر؟ سعد الحريري أو أشرف ريش؟ ما راح أتجرأ أقول خطف التبويس. وصلت إنه يسكر لنا تمنا. المهم الواحد ما يعمد إلى التجريح. شو عجبك فيه؟ هوني بتتجوز. كان لازم أبرم الكرستي. أول بوسة بوش أبوش. أنا الدغري عملتها. وحش الشاشة مع طوني خليفة الخميس بعد الأخبار على الجديد.